La troisième édition du Cap Spartel Festival s'est déroulée au cinéma Rif, au centre de Tanger. Le thème évoqué cette année concerne les arts dans le cinéma. Beaucoup de monde attendu dans la capitale du Rif. L'actrice Rachida Mourakouchi et l'acteur Ahmed Jehaidi ont ouvert les festivités ce samedi 16 avril. Tout au long des 4 jours du festival, des conférences, projections et ateliers seront organisés. فنتمنى من الله عز وجل أن ينجح هذا المهرجان وأن نراه في إن شاء الله في مهرجانات عالمية وبالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظمت جمعية المرصد المغربي للصورة والوسائط بطنجة هذه السنة مهرجانها السينمائي كاب سبارتل، والذي يتمحور موضوعه حول علاقة السينما بالفنون. في هذه الثورة الثالثة شجع المهرجان أعمال مجموعة من المخرجين المغاربة على إبداعاتهم السينمائية، كما نظمت ورشات تكوينية لفائدة تلاميذ الأندية السينمائية من مختلف المؤسسات التعليمية بالمدينة، وكذلك تمت عدة ندوات مع نقاد سينمائيين من مختلف الدول الأوروبية. درس الثورة كان مع سيناريست جاك فيشي حول فن الاقتباس، أما المائدة المستديرة فهي حول السينما والفنون مع أخصائيين في الميدان، كما سيتم عرض فيلم أفراح صغيرة للمخرج المغربي محمد شريف طريبق. مهرجان كاب سبارتل له بعد تربوي وأكاديمي يحث على تنمية الثقافة السمعية البصرية بطنجة.